السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك لالا فاطمة. بارك الله فيك سيدي، ديما كنتصل دابا شداني. مرحبا بنتي، مرحبا. بارك الله فيك سيدي، بغيتك سيدي تي معايا مع راجلي. يا رحمن يا رحيم. ما كيصليش وخارج الطريق المستقيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مع الدريات وكبير في العمر، يعني راه عشرين عامين معاه دابا. لا اله الا الله. وصافي حتى الدراري تعقدوا ليا شويه كاع كثر يا الكبير، الله يهدينا خلق. لا اله الا الله. لا فاطمه، واش هو كان هكذا قبل ما تزوجي معاه ولا شي غير وقع عليه مراهقه متاخره؟ مراهقه مؤخره قالها لي، قالها لي، قال لك انا ما درتش ديك المراهقه في الاول، ولكن تقريبا سيدي هذه 8 سنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي خدمة تخليها يخرج، ما بقاش كيصرف في ولاده، ما مسوقش. لا إله إلا الله. بغات تدخل عائلة، قلت لهم لا ما بغيتش داك اللي سميتو. عيت معاه ما لا إله إلا الله. كيقول لك عهدتك عهد الله وكيرجع نفس. لا إله إلا الله. كيرجع نفس عهدتك عهد الله، ما بقاش نرجع. بغيتك سيدي تبعي معايا، الله يحفظك الوالدين باذن الله. لاله فاطمه اختي، يا ربي الله يفرج عليكم. امين 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 يا ربي. لاله فاطمه يا ربي شكرا، الله يحفظك وينورك بنور الجنه. اعزك الله لاله فاطمه. لا حول ولا قوه الا بالله. الظهر شداني ما عرفت خلعت كاع هذا. الله يحفظك، الله ينورك بنور الله اختي فاطمه. احنا خوت الحمد لله في هذا البرنامج ديال الاسره، الخوت والخواتات والاباء والامهات مجتمعين، نتناصح فيما بيننا، غايتنا ان نبني مجتمعا نظيفا متماسكا، ونبتغي الاجر من عند الرحمن سبحانه وتعالى، ويرزقنا حسن الخاتمه سبحانه وتعالى. لاله فاطمه، هذا الكلام بنتي ديال المراهقه المتاخره، هذه الكلمه متداوله كثيرا، وهي مغالطه كبيره في علم النفس. عندك تخدعوا بمن رايتهم مسنين، عنده الشيب والتجاعيد، وكتلقاه يتصاب ويقول لك انا عندي مراهقه متاخره حتى ما دوزتهاش. كذب وبهتان، ليس هناك مراهقه متاخره، هذاك غير نوع من التسيب، هو نوع من البحث عن المبررات. فالانسان بطبعه انه يمر بنمو متكامل، المراهقه تدوز 16 عام 17 عام 20 عام، كل الناس بحال بحال. اللي كيقول لك حتى وصلت 40 او 50 او 60 عجتني مراهقه متاخره، غير مجرد مغالطات. راه دواز المراهقه الاولى والثانيه، هو عنده ديما مراهقه، هذه غير كلمه معسوله كيبغي يلقى بها المبرر. الله يغفر لنا وله. الانسان حينما يقوم بمثل هذه الاعمال، النفس حقيقه النفس فيها نزعات، النفس اماره بالسوء، والنفس ترمي بصاحبها الى المهالك، والانسان لابد ان يقاوم. كيف نقاوم هذه النفس؟ ربنا عز وجل اخبرنا بالاسرار، قال لنا النفس لها مراتب. هناك النفس الاماره بالسوء، كتقول لك باقي ما دوزتيش الحياه، سير تمتع بالشباب ديالك، ضاع لك العمر، وكتبقى تعطيك المبررات، كتسمى هذه الامر النفس الاماره بالسوء. لكن ملي كيدوز الانسان ذاك النصيب ديالو وكيشعر بالندم، حيت كله غير رجع بالندم، عمر هالطريق ما فيها الفلاح، هالطريق كلها وباء وامراض وافلاس ومصائب. ديك الساعه الانسان كيندم، فيرتقي الى النفس اللوامه. النفس اللوامه تلوم صاحبها، كتقول لي علاش درتي هادشي كله؟ كان حرام عليك دير هادشي، ضيعتي ولادك وضيعتي رزقك وضيعتي شبابك وضيعتي وقتك، فتلومه. وملي كتلومه كتقول لي سير نوض صلي. ملي كينوض يصلي وكيستغفر ربي ويقرا القران الكريم ويحدث نفسه على ان لا يعود ابدا، نفسه ترتقي فتصير النفس المطمئنه. النفس المطمئنه هي غايتنا، نريد أن نجعل في مجتمعنا الأنفس مطمئنة. كيف ذلك؟ نحرص على أننا نبتعد عن المحرمات. هذه المحرمات عندكم تسمو أيها الأحباب الكرام هي حد من الحرية. البعض يتهم الشريعة الإسلامية الغراء بأنها تمنعنا من الحرية الفردية وتحرم علينا هذه المكبوتات. هذا كلام ديال بعض الناس ما عندهم لا دين لا ملة، بغوا يشيعوا ثقافة ديال التسيب داخل أبنائنا وأسرنا ومجتمعاتنا. بالعكس، اللي حرم الله تعالى فيها ضرر، حرم الله تعالى الفساد حتى فيه إفساد،
حرم الله تعالى السرقة فيها ظلم وضرر. أي حاجة حرم الله تعالى، الرجل المتزوج على سنة الله ورسوله وكيمشي يتصاب مع فتيات أخريات، هذه ظاهرة ولات في الفيسبوك ولات موضة جديدة، وهذه ظاهرة قد يكون هناك من عنده ربما دوافع نفسية، لكن عليه أن يضغط على نفسه، عليه أن يصارع نفسه، عليه أن يكابد. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يكابد. راه كل الناس عندهم شهوات وعندهم رغبات، ولكن عندهم فرامل، عنده فران كيحبس. أما الذي كيعيش حياته على طول ويخطط للأسبوع المقبل، الويكاند الجاي غندير كذا وكذا، وعنده برنامج يخط للمستقبل، هذا يجابه الله تعالى بالمعاصي أو العقوبة، والعياذ بالله، أن الله تعالى يسلب منه نور الوجه وبهاء الوجه اللي يستصغر لهذه المحرمات وكيمشي للفساد والسهر بالليل والعلاقات الغرامية. أول حاجة كيعاقب بها الله تعالى بهاء الوجه كياخذ منه، ثم كياخذ منه الله استقرار نفسي، ما كيبقاش مستقر نفسيا، ثم بعد ذلك يهدد بالإفلاس، ثم بعد ذلك كيعطيه الله تعالى عدم القبول في الأرض فيما مشى دائما غير مقبول والعياذ بالله. يكفينا هذه العقوبات الشرسة القوية الأليمة، الإنسان يطلب السلامة والعافية. الزوج ديالك لالة فاطمة المشكل ديالو هو أنه لا يصلي، لا بغى الفرامل تخدم عنده، خصو يصلي. مرة جاو بعض الصحابة الكرام وقالوا: يا رسول الله، رأينا فلان وهو كبير السن، رأيناه يزني، صحابي يفعل كذا وكذا. فقال لهم: هل يصلي؟ قالوا: نعم يصلي. قال: إذا اتركوه فإن صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. لك يصلي ما نخافوش عليه، يقدر يتورط، يقدر يقع في الخطيئة، ولكن ما دام يصلي كل مرة سمع النداء الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يستغفر ويتذكر ويتوضأ ويجدد ثيابه ويجدد نيته ويدخل إلى المسجد ويسجد ويركع ويشعر بالندم مع المؤمنين. هذا في خير، هذا ممكن أنه يقلع تدريجيا. أما إذا كان لا يصلي يقول لك حتى من بعد حتى نعيش وأتروى من هذا عاد نصلي، كن على يقين بأن إبليس يستحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ينسيك الله ذكره، ومن ثمك يقع الضياع الكبير. لالة فاطمة الزوج ديالك أكيد أنه مريض بأفكار اللي كتخلي أنه يتصابى وأنه يعيش الحياة فيضيع نفسه ويضيعك أنت أولا ويضيع ذريته. نعاونه لالة فاطمة بالدعوات على الخير. بغيتك لالة فاطمة اللي عنده سي زوج أو زوجة وما باش يتقدم معه، أحسن طريقة للعلاج هي قيام الليل، وأن تدعو له في جوف الليل، أدعو له بالهداية وبالرحمة وبالمغفرة، وسوف يعود أفضل مما كان. نسأل الله الكريم لالة فاطمة أن يرد بزوجك ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن ينزغ من قلبه حظ الشيطان. يا رب إنك قلت وقولك الحق، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. اللهم إن أخانا هذا قد استحوذ عليه الشيطان في قلبه وضميره، اللهم يا رب اسلب منه وانزع منه حظ الشيطان واملأ قلبه يقين وإيمان. اللهم يا رب يا كريم، نسألك أن تهدينا وتهديه وتهدي جميع عبادك المؤمنين إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يغضون أبصارهم عن المحرمات ويغضون أسماعهم وألسنتهم عن المنهيات، واجعلنا يا ربنا من الطاهرين، اجعلنا من المستقيمين، واجعلنا من الساجدين الراكعين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم يا رب رد بأخينا هذا ردا جميلا. اللهم اهدنا واهديه واهدي جميع المسلمين. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين.